مرحبا يا أصدقائي، درس اليوم إن شاء الله هيكون عن الحروف الأبجدية الإنجليزية. اللغة الإنجليزية بتتكون من 26 حرف أبجدي، هي الحروف اللي هنسمعها دلوقتي، لكن عايزك تعرف إن كل حرف بيتكتب بطريقتين. الطريقة الأولى هي capital letter أو الحرف الكبير، والطريقة التانية هي small letter أو الحرف الصغير. الكابيتال ليتر والسمول ليتر الاتنين زي بعض بالظبط، بيتنطقوا بنفس الطريقة وكل حاجة، ولكن بيختلفوا فقط في شكل الكتابة. بصفة عامة احنا بنستخدم دايما الحروف الصغيرة في الكتابة بالانجليزية، ولكن في حالات قليلة جدا بنستخدم فيها الحرف الكبير، وغالبا بيكون اول حرف بس من الكلمة هو اللي بيتكتب بحرف كبير. الحالات دي كلها هنعرفها ان شاء الله في دروس قادمة، لكن انا عاوزك دلوقتي تتعود على شكل الحروف وتعرف صوت وطريقة نطق كل حرف. هتشوف كل حرف قدامك دلوقتي على الشاشة وهيتنطق قدامك كذا مرة، وكل المطلوب منك انك تعرف شكل الحرف وطريقة نطقه. A A A A B B B B C C C C D D D D E E E E F F F F G G G G H H H H I I I I J J J J K K K K L L L L M M M M N N N N O O O O P P P P Q Q Q Q R R R R S S S S T T T T U U U U B B B B W W W W X X X X Y Y Y Y Z Z Z Z, Z.